السلام عليكم. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على سلامتي. درت عملية في مدينة كولمين وجيت الحمد لله هنايا. دابا جيت اليوم لداري هنايا في الدار البيضاء. العملية دارت نهار اثنين. أنا كنت في واحد الزونة، نعاود لكم دابا التفاصيل كاملة بس سمعوا الخبر مني أنا، ما تبقاو تسمعوها من جهات معينة. كنت أنايا في واحد الجولة فنية مسرحية، عروض ديال الأطفال في المناطق الصحراوية، المدن الصحراوية. بديت بمدينة كولمين، مشيت على أساس أنني عندي اتفاقية مع مجموعة مدارس اللي كاينين تمايا ديال الحرة ومع المخزنية. دازت الأمور بخير وعلى خير، 20 يوم وأنا تمايا. النهار الأخراني سالينا نهار الحد، الاثنين قررنا أننا نجمعوا الأمتعة ديالنا وندخلوا في حالتنا الدار البيضاء. نهار اثنين مع الجوج جاني واحد الكريز اللي هو خايب بزاف. أنا الأمعاء ديالي كيتقطعوا. هزوني الدراري صحابي، أقرب حاجة هو كان هو لوبيتال ميليتير، السبيطار ديال القوات المسلحة. داوني للسبيطار تمايا، داروا لي عطاوني لي كالمو، عطاوني الادويه وداك الشيء، تهلاو فيا الله يجازيهم بخير. شافوا ديك الحاله ديالي انني وليت صافي راه غادي نموت، داروا لي التحاليل، داروا لي التصاور، لقاو عندي بانني وقعت لي في المعده، وقعت عندي قرحه في المعده. سببها هو هذيك السيمانه اللي كنت هذيك المده اللي كنت في مدينه كولمين، كان عندي اصلا انا المصران كيضرني ولا المعده بخطرات كيضروني على حساب الكارو والقهوه، والله يعفو على الجميع من الكارو والقهوه. استعملت شي عشوب خديتهم من 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 عند الناس، وعشوب ثلاثه الاعشاب اللي خديت كل مره تناخذ من عند من جهه معينه، وهذوك الاعشاب استعملتهم ضدي، هما اللي داروا لي ديك الحاجه اللي داروا لي ديك المصيبه في المعده ديالي. والحمد لله لقيت واحد العنايه كبيره، عتقوني في سبيطار ميليتير القوات المسلحه الملكيه، عتقوني واحد العنايه كبيره الله يجازيهم بخير. كل شيء الحمد لله، اللهم لك الحمد، دازت العمليه بخير وعلى خير. هاد الناس هادو فاش دخلت عندهم السبيطار بقات المساله ديال شكون اللي المسائل الماديه، المسائل الماديه كيفاش غادي تخلص. المسائل الماديه انا على غفله، انا كانت عندي، انا كان عندي بعض، كان عندي شي فلوس، على لان ديك الساعه ساليت الجوله كان عندي فلوس في جيبي، كان عندي بدات كد انا نعس في السبيطار ديك الساعه. ديك الساعه انا يلا درت عمليه، النهار الثاني باقي في البنج كنشوف منين فقت هذا، كنقلب التليفون كنلقى الناس كيدويو بسميتي انايا، بانني انايا كنطلب وكنلقى كنبغي اللي يخلص عليا، وكنتسنى وشي تيقول لك راه حقا النقابه ما عيطاتش، الممثلين ما سوء، هذا الشيء كله غلط. انا اليوم جواد السايح كيقول لكم اشنو كاين. اتصلت بيا النقابه، تعاونوا معايا النقابه مزيان، الممثلين كاملين الاسره الفنيه كلهم، لا ممثلين لا مغنيين لا رياضيين، سولوا عليا وعيطوا لي في التليفون. ونقدر نقول لكم اذا بديت كنقول لكم الاشخاص غننسى بزاف، واللي نسيتو يسمح لي انا نقول لكم، غير مثلا نقول لكم غير نقول لكم عادل صرخ، عياط، دار فيديو، رشيد الوالي، نعيم المشرقي، مصطفى الدسوكين، مولاي حسن العلوي، محمد بهزاد سانتوس، عبد الصمد الغرفي، الشرقي، الساروتي، مهيول، نور الدين بيكر، فلان، عدد كبير، الفنانات حتى هما، كريمه وسط حتى هي الله يشافيها. المهم انا لقيت راسي انا وسط عائله وكتحبني وكتسول عليا. النقابه محسن، بوحسين ما كانش كيقطع التليفون، النائب ديالو حتى هو جا عندي تلقو الميم، جا عندي تلقو الميم النائب ديالو. والحمد لله هذا الشيء كامل انا ماكش كنطلب، وانا قلتها لكم مرارا وتكرارا، تنقول لكم انا راه عايش غير بالعفه ديالي، وعايش بداك الشيء اللي مقسم لي الله. حقيقة انتم ما كتعرفوش الظروف ديالي، ان هذه دابا 20 يوم هذه ولا مع 25 يوم، الزوجة ديالي الله يشافيها جاها مرض الخيب هو اللي هو السرطان، ودرت لها جوج عمليات،
والغلط اللي درت كبير في حياتي انني ما شاركتش في الطاعه الوضوئيه، ما عنديش لاميتيال، انا اللي ما شاركش الغلط ديالي ما دير حتى شي واحد، وما عنديش الراميد الغلط ديالي ما دير حتى شي واحد، ودرت ليها جوج عمليات ودرتهم ليها ب ب ب ب ب في الكلينيك وما سمعني حد وما طلب حتى شي واحد. عندي اصدقاء الله يسترهم، اصدقاء ديولي ناس كرامة جاو تعاونوا معايا، كيحبوا جوا السيح وكيعرفوني مزيان، جاو تعاونوا معايا في دوك العمليات تاع الزوجه ديالي، تاع الزوجه ديالي. انا ما تنطلب حتى شي واحد، انا عندي الناس اللي كيحبوني وصحابي كيجيو هما لعندي. انا اللي بغيت نشرح للناس، شي وحدين في الصحافه الالكترونيه كتبوا بانني مرتي مريضه بالكونسير وانا مشيت لقلمين باش نجمع التبرعات. حرام، انا ماشي صندوق 111. انا كون بغيت نجمع التبرعات كون طلب المغاربه كاملين يديروا لي في الكونت ديالي عدلا، كره وليت ملياردير وما نخدمش. انا الحمد لله عندي ثلاثه الوليدات، عندي صفاء والمهدي وعبد الله، وبنتي كتقرا في الانسيجي، وربع سنين هذه، ربع سنين هذا النداء كنقولوا، ربع سنين ما خدمتش في التلفزيون، وهذا هو العام الخامس اللي جاي ما خدمتش في التلفزيون، ما سولتوش جواد السيح باش كيعيش، وانا هذه حرفتي. اذا انا ما كنطلبش، انا صابر كنهز الضربه وكنصبر، ولكن الناس اللي كيتعاونوا معايا والمحسنين ديال هذه البلاد، لان هذه بلاد الشرفاء وبلاد الاولياء الله الصالحين، والمغرب عمره ما يختار الخير، لان فيه الناس. انا بعد كتك الاستقبال والحفوه اللي لقيت في قلميم، بغي انا دابا باغي نتسطى، الناس ديال قلميم داروا الصف في السبيطار كلهم كيجيو عندي، شي جاب لي الحوايج باش نلبس في السبيطار، الناس كيجيو شي كيجيب لي 1000 درهم، شي جاب لي 5000 درهم تنقول لكم، شي جاب لي 1000، انا ما قلت لهم والو، ولكن هاد الناس الهديه الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك الهديه مقبوله. انا مريض جاو عندي هاد الناس كيتعاونوا، قالوا لي هاك فلوس ديال هادشي، ورغم ذلك من هادشي كامل جا عندي الوالي ديال قلميم الله يجازيه بخير، والي جلالة الملك ديال مدينة قلميم، وجا وزارني الحمد لله، وكان هو المدير العام ديال المستشفى العسكري، وقالوا لي شوف السي جواد انت درتي العملية. انا بعدك واحد نهار درت العملية، نهار الثاني جابوا لي لاكارت ناسيونال ديالي، قالوا لي شد لاكارت ناسيونال، ما نشدوكش حنا راه العسكر ما نشدوكش، انت عزيز علينا وانت ديال انت ولدنا وداك الشيء. وجا الوالي وقال لك انا كنتكلف بالمصاريف ديال العملية، الله يجازيه بخير. انا ما ها انتم، انا ما عيطتش على الوالي، ما طلبت حتى شي واحد، هذه داروها النقابه ولا ما عرفت شكون اللي دارها، اللي دارها الله يجازيه بخير. كان الوالي دار هذا الشيء من ديته لخاطره، الله يجازيه بخير، لان علاش كنقول لكم المغرب راه زوين، والمغرب راه فيه الناس اللي كيتعاونوا بعضياتهم. اذا ما تبقاوش تاولوا، انا كنطلب من الصحافه اللي عزازين عليا، حتى انا راه خوكم دزت في الصحافه في لوماطا في ماروك صوار 9 سنين وانا خدام تمايا، ما تبقاوش تسمعوا الاخبار من 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 من, من مصادر بعيده وتبقاو تاولوا في الهضره. جواد السيح كيطلب، جواد هذا الفنان كيطلب، هذا انا ما عمري ما طلبت شي واحد، انا لا بغيت نطلب حتى لا بغيت نطلب، كنطلب الله عز وجل، ومن بعده سيدنا الله ينصرو، لأنه هو ولي النعمه ديالنا، هو ملكنا. انا لا ما طلبتش ملكنا عشان مشي نطلب بوتفليقه، مشي نطلب شي رئيس اخر، لا، انا نطلب سيدنا وبجيب مرفوع، نطلب سيدنا. اذا قالك اللي بغى يطلب يقصد ديال الكبار، اما ما تبقاوش تاولوا الهضره بزاف، ما تبقاوش تاولوا الهضره. انا قاد على مرتي باش ما عطى الله باش نداويها، ودابا انا طحت وقاد على راسي باش ما عطى الله ونداوي راسي، لان عندي خوتي وعندي احبابي. الحمد لله انا مغربي وغنبقى مغربي حر، وانا اخوكم جواد السيح وغنبقى فنان وما كنبكيش، وانا كنتسنى نوبتي عاوتاني في التلفزيون باش نرجع للناس، باش نرجع، لان فكروا مزيان راه 5 سنين ما خدمت دابا في التلفزيون، فكروا قولوا باش كنعيش ولادي، فكروا مزيان، تفكروا مزيان، والله يجازيكم بخير، والله يعاونكم، والله يستركم.